انتوا نسيتوني كنت هقول ايه يعني. بجد والله العظيم كلام على البست فريند. أيوه. شوفي انت عايزه تقولي ايه. لا يعني طب خلينا نشوف حاجه تانية. ان انتوا مثلا انا هروح لك انت تعالي انت انا حاسه ان انا أيوه. لو انت دلوقتي جيتي خلاص البست فريند بتاعك جه قال لك انا عايزه ارتبط بيكي وبحبك وعايزه اتجوزك والكلام ده وانت لا لاقيه يعني ان انت مش حاسه باي حاجه جيتي بقى اتجوزتي واحد تاني هيقول لك بقى ايه قطعي البست فريند هتعملي ايه قولي لنا بقى يا حبيبي انا كحنين هعترف من اول قلم هعترف عادي هتعترف لا يعني هتكلم عادي يعني ليه لا لا هيقول لك قطعيه عشان ما انت قولي لا هيقول لي قطعي ايوه ما انت قايله له ما هو انت اوريدي قايله له انا على فكره فلان الفلاني كان معجب بيا وعايزني اتجوزه وبتاع فطبيعي اي راجل شرقي مصري هيغير هيقول لك لا قطعي هتعملي ايه لا هحاول اتكلم معاه انا ليه رفضته طب ايه اللي حصل بعد ما انا رفضته أيوة لا ما هو اللي عارف كنت فين لا يعني انا اكيد هفهمه الموضوع مش ازاي ان انا اتكلمت معاه وان احنا لقينا ان احنا مش مناسبين لبعض وخلاص هو بقى ليه حياته وبقى ليه شريكه حياته بيقابليني دي هتطلع عمك طب كده ده طلاق لا طب بيستشيري صاحبتك لا هي كده بتستشير بس فريند مش على فكره هي ممكن حنين تعمل كده بس فريند اللي هي معاه دلوقتي انت برجك ايه حمل لا القوس طب ده القوس ده لطيف جدا يعني بالعكس ده بيحب الناس وبتاع يعني ما بيحبش يخسر حد قصدي يعني انا ما بحبش اخسر حد لا بيستشيري صاحبتك اسال استشير يعني طيب ما تعرضتوش لموقف قبل كده حاجه كده احكي لي بقى نحط الورق كده على جنب احنا نقعد بقى احنا هنتفضحي فريق لا من غير اسماء هنحكي من غير اسماء من غير اسماء كده لا حصلت كتير طبعا وعايزه اقول ان بتبقى من اوحش الخسارات اللي بخسرها يعني لما يجي اخسر بني ادمين لان انا ببقى شايفاه ان هو بجد ماي بيست فريند فجاه فريده انا بحبك انا مش هعرف يعني ما عنديش فيلينجز ليه في نفس الوقت بيجوا يقولوا طب انا لازم ابعد عشان الوز الفيلينجز دي فبيبعدوا ما بيرجعوش تاني طب انت بتتصرفي بتقولي ايه يعني انت بتردي لما اجي قال لك انا بحبك وعايز ارتبط بيكي بتبقى وحشه قوي لان انت هتقولي الحقيقه هتقولي اللي هو بس انا شايفاك ان انت اخويا وساعات بحس ان هو انت ليه ما احترمتش صداقتنا دي يعني ليه مثلا ما حاولتش تتاكد لو انا في فيلينجز ولا لا قبل ما تعترف لي فاهمين قصدي لان انت عارف ان لو انا قلت لك لا وده الاغلى ان انا هقول لك لا خلاص كده احنا مش هنبقى حتى اصحاب تاني دي حقيقه صح فبتبقى صعبه قوي يعني بتبقى وحشه قوي طيب اخر سؤال لو انت شايفه ان الجواز ده هيكون ناجح وانت معجبه بيه وحبيتيه وخلاص ومش قادره بس اللي حواليكوا الاهل الصحاب يا بنتي ما ينفعش تتجوزيه يا حبيبتي ما ينفعش العلاقه هتفشل تصرفكوا هيبقى ازاي كل واحد يرد عليا بقى سريع حنين اول حاجه يعني اعرف وجهه نظرهم ايه يمكن حاجه انا مش شايفاها ومش واخده بالي منها لو اقتنعت بيها هفكر في الموضوع وهبعد وهشوف انا هعمل ايه بعد كده بس هحاول اوصل لحل وسط بس هسمع من كل الناس واراء مختلفه وجهات نظر مختلفه اكيد ماشي فريد هقول لك سمعت على سؤال انا بالنسبه لي قبل ما اسمع كلام اهلي او كده يعني هبعد سنه كده عنه اخد وقت مع نفسي اشوف هو ده حب بجد ولا انا من كتر ما انا متعلقه بيه وان احنا قريبين قوي من بعض اختلطت الامور على بعض بس وساعتها لو حسيت ان هو حب لا هروح اكلم اهلي واقول لهم واقول له هو كمان ان احنا بنفضل محافظين على الصداقه يعني هنتجوز بس وقت ما احتاجك كصديق انت موجود وقت ما انت تحتاجني كصديق انا محتاجاكي في حياتي شويه على فكره ده دورها مهم طب انت بقى يا ديما انت لو برضه في بيست فريند انت اوريدي كده رافضه الموضوع بس تعالي نتخيل خلاص البيست فريند لقيتيه لطيف وبتاع وهو ومعجبه بيه ما هو المشاعر دي بتاعت ربنا وكل اللي حواليك قالوا لك لا انت مش ما ينفعش هتعملي ايه هتصممي وانا انت بتتزعلي ولا على حواليا لا عليكي انت هتعملي ايه يعني مثلا الاهل قالوا لك لا مش هينفع دي ما ده انتيمك ده اخوكي وانت لا يا جماعه ما نفع عن الاهل انا بقعد اقنعهم انه ده مش صح وانه ده احساس غلط ده انا بجد بتعامل موضوع كده بكذب الموضوع لا مفيش كلام ده خالص ايوه بالظبط يعني انت قلتي بس انا ما دام انا اصلا من الاول مش مقتنعه مش هبوشت ان انا مش هروح اقول لاهلي مش هتروحي للموضوع ده اصلا خلاص هيتقفل من الاول اوكي انا كنت سعيده جدا بيكم بجد احنا اكتر نورتونا بجد فريده وحنين انتوا انا مصممه على فكره يا جماعه من اول حلقه ان هي العقله الكامله دي حنين والدي الجميله دي فريده بس لا انتوا نورتونا هم لو عرفوا في الحقيقه ان انا مش عقله وهي العقله اصلا بجد لا ده احنا نقعد هنا قاعد يعني هو كل حد بيكون فيه البورت اللي بنستشيره ايوه لا دي ما طلعينا فاصل عشان احنا نقعد نلغي بقى مع نفسنا يعني
خلينا نرجع فاصل ونرجع نكمل بقية حلقتنا.